الأول نجح بوجود تيم ونادين واستمر بوجود نيكول، واليوم أنا عم أقدم الجزء الثالث. بتمرى يا رب أنه لاقي نفس النجاح، لأنه الاستمرارية بالنجاح أصعب بكتير من النجاح بحد نفسه. بتتجه الأنظار حاليا على سيرين عبد النور المنتظرة بالجزء الثالث من الهيبة، ولا تخشى من المقارنة سواء مع نادين نجيم أو مع نيكول سابا. أتمنى يا رب أنه العالم هيك تشوف القصة مثل ما أنا شايفتها ومثل ما أنا عم بقريها، يلي هي الحصاد، يلي هي بتجمع بين الجزء الأول والجزء الثاني بهيدا الجزء. تحصدي كل النجاح اللي حققه قبل يا رب. لا حرام يا أنا هيك حاسس يا رب قبل ما يسمع الجملة. لك أنا أعطيتك ثقتي وأنت ما وفيت بوعدك. أنا وابني كنا رح نموت لما حضرتك كنت عن صحبتك حكيمة الأسنان. ولكن هل هتحقق نفس النجاح أم هتتفوق عليهم؟ كله الله يوفق كل الناس ويا رب. يعني بالآخر أنا بقول إنه الجمهور يلي عم يحضرنا شو بده؟ هو بده أعمال حلوة ويحضرها بفترة رمضان. سيرين من النجمات القلائل اللي قدموا العزاء لنادين في وفاة والدها، فهل كانت خطوة لعودة العلاقة الرائعة اللي كانت بتجمعهم؟ لما كنا موجودين بالعزاء بعيد من هون والله يرحمه، باركنا لبعض وقلنا الله يوفقك حبيبتي بالعمل اللي جاي، وهي كمان تمنت لي التوفيق لإلي. يعني ضروري نبارك قدام الكاميرا. ممثلات مصر دايما بنحسهم مجتمعين اكثر ممثلات لبنان، هذا الشيء بيزعلك؟ يعني نحن بيزعلنا اكيد. ليه ما بتجتمعوا؟ دايما في نزاعات بين الممثلات اللبنانيه. مش مزبوط هذا الحكي، نحن منشوف افطار ومنشوف اذا بدك افتتاحات افلام وهيك، منشوف كل العالم مجموعه مع كل الناس. يعني ما بعتقد انا انه هذا الكلام مزبوط. مثلا ما شفت نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور بافتتاح فيلم ماجي بغصن، ما شفت باميلا الكيك بافتتاحيه دليدع خليل مثلا. انا بس بدي اقول شغله، انا لما بيجيني دعوه بلبي الدعوه، اذا ما اجتني الدعوه ما فيني انا اقشط من الباراشوت. يعني على انه هالحقيقه. وسيرين كان ليها رساله قويه لكل منتقدي نادين الراسي بعد تكرار ازمتها. من منكم بلا خطيئه فليرجمها باول حجر. نحن شو شاطرين ندل بأصابيعنا على بعض، بس حدا بيوقف حد حدا. يمكن هذا الشخص هو بحاجة كتير لحدا يوقف حده، يمكن هو بحالة نفسية تعبانة، بحاجة لناس عن جد انه بتوثق هي فيهم. انا بحبها كتير اكيد ودايما، وفي شهود انا دايما حتى، وانا بحترم حريتها، وساعة اللي هي بدها انا اتدخل انا موجودة.